اليوم. واسمحوا لي أيها السيدات والسادة أن أتحدث ممثلاً عن زملائي من المجموعة الوزارية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء. ويشرفني أن أحيط حضراتكم بالهدف الرئيسي للمشروع القومي للتنمية البشرية الذي نطلقهم اليوم بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية ومتابعة من سيادته، ويهدف إلى تكليف وتكثيف عمل الجهات الحكومية والجهات الشريكة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية، بحيث يشعر المواطن المصري بالمسود الإيجابي في فترة وجيزة. ومن خلال التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة، ووفقا للمستهدفات المحددة التي تشاركت في رسم خارطة طريق المواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، لنقدم جميعا للمجتمع مواطن صحيح متعلم متمكن وقادر وواعي ومثقف وخلوق، على أن يتم ذلك دون تحميل المواطن أي أعباء. كما يسعدني أن أوضح لحضراتكم أن المشروع يتضمن إطلاق 3 برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقا لاحتياجاتها، بدءا من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلا عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء الكوادر للعاملين بها، وأيضا برامج للفئات العمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولا لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 سنة وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع قدرات التأهيل الأفراد لسوق العمل. وغنيا عن التعريف، أن يشارك في هذه المبادرة كافة أجهزة الحكومة وكافة الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجموعة الوزارية بالتنمية البشرية. أستأذن سيادتك دولة الرئيس إلى عرض مشروع التنمية البشرية، وأيضا إلقاء الضوء على المبادرة التي نحن في صدد إطلاقها اليوم. المشروع القومي يا فندم هو الحقيقة هو الغطاء الأعلى والتشريع الأكبر لمبادرة بداية اللي احنا بنطلقها اليوم تحت رعاية كريمة وتوجيه من السيد الرئيس. التنمية البشرية ورأس المال البشري هو رحلة الإنسان وتحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة وتوفير الحياة الكريمة عن طريق توسيع القدرات وتنمية المهارات وخياراته في الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتنمية المعرفة وبناء المهارات والكفاءات، مما يعزز التمكين للفرد والازدهار الجماعي، وهذا يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.